هذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد عمر حسين رئيس بلدية ابن هدى، اليوم تشرفنا هنا بالحضور عند دائرة علي الكبيرة لحضور اجتماع التحكيم للبرامج التنمية للبلديات. عندنا في هذا الاجتماع رايحين عندنا عدة اقتراحات اللي تمس المواطن بدرجة أولى وتكون عندها تحسين المستوى المعيشي. عندنا تدعيم ابن هدى مركز من مشتت الجري بالمياه الصالحة للشرب من نقب الجرية، رفع مستوى تخزين المياه الصالحة للشرب بالنسبة بإنشاء خزان جديد، التحسين المعيشي للمواطن بالنسبة لأن التحسين الحضاري كذلك لحي شخشوخ دياب. عندنا التحسين الحضاري لحي باللون الزروق والتحسين الحضاري لحي عيسى السعيد، إنجاز وتجهيز نقب بمشتت شيرهم لمس مشتت وهذا لتزويد مشتت بلوطة حتى يكون عندنا كفاية كبيرة بالنسبة للمياه الصالحة للشرب، إنجاز وتجهيز نقب بمشتت الحصبية، إنجاز شبكة تطهير لمشتت وليد ورابح، إنجاز شبكة تطهير لمشتت بوطويل، إنجاز شبكة التطهير لمشتت العليقة، وإعادة الاعتبار للطريق البلدي رقم 397 الرابط بمشتت واد صفصاف والطريق الوطني 77، أي بمجموع 15 بمبلغ 15 مليار سنتيم. هذه نتمنى إن شاء الله مع لجنة التحكيم تكون عندنا الموافقة باه نقدروا نمشيو في هذه المشاريع التنموية. رحنا المشاريع التنموية اللي هي ضرورية جدا. هذا ناهيك عن مشاريع أخرى اللي راح تتسجل في البرامج القطاعية الأخرى كالغاز الطبيعي بالنسبة لولاية بن ناصر والذهب ومشتت البطاح. سيد الرئيس، نعلم أن برامج مخططات البلدية للتنمية هي برامج تمس مباشرة المواطن، هل تؤكدون أنه في حال الموافقة على هذه المشاريع أو جزء منها سيتم إنجازها خلال السنة المالية 2018؟ أكيد، وهذا هو الشيء اللي راح نبذلوه وراح نخدمه على جاله بهذه المشاريع إن شاء الله تنجز في السنة المالية تاعها اللي هي سنة 2018. رانا كلنا مستعدون ورانا واجدين بكل إمكانياتنا حتى دفاتر الشروط ديجا راهي يعني موجودة ومتوفرة، ونقدروا ننطلقوا فيها بعد ما تكون الإعانة مباشرة في هذه المخططات، نقدروا ننطلقوا مباشرة في تجسيد هذه المشاريع. نعم، لاحظنا من خلال المقترحات الموجودة في هذا الصيغة أنكم ركزتم كثيرا على قطاع الري، وخاصة تدعيم مركز ابن هدى بالنقب الموجود بالجرية وتدعيم القرى المتواجدة بولاد علي بن ناصر بإنشاء نقب جديد بقرية شيرو. هذا بعد الوقوف على المشاكل يعني. نعم. في الأيام السابقة وقفنا على هذه المشاكل لأن لقينا المشكل الأساسي اللي يتطرح في بحدة في ابن هدى وفي مشتت مثلا مشتت بلوطه مشتت ولاد علي بن ناصر. احنا عندنا انسورس تاع اللي هي راس العين اصبحت غير كافيه، يعني راهم يشربوا ان سير تروا يعني كل ثلاث ايام باه يوصلهم الماء. اذا كان نجسدوا هذا المشروع راح يعود عندنا اكتفاء ونقدروا يعودوا يشربوا يوميا. اذا هذا باه نعالجوا هذا الموضوع، وهذه والماء ماده حيويه سمى هذه هي الأولويات ليه. لكن أولويات أخرى اللي هي مثلا بالنسبة ميخص في قطاع الري نفسه، ولكن يخص بالنسبة لقنوات صرف المياه القذرة، هذه ثاني هزيناها في برامج أخرى اللي هي برنامج البلدية بالنسبة يمس الصوالح يمس بلوطة ويمس مشتت القريش، هذه ثاني هزيناها اللي رايحين ديجا الإعلان عن الاستشارة راهو في طريق الأخر باه نعلنوا عن الاستشارة وننطلقوا في هذه المشاريع باه نمشيو أون باراليل أونتر المياه الصالحة للشرب والمياه وقنوات صرف المياه. هذه أشياء تمس المواطن مباشرة، وما يخفيكمش المادة حيوية جدا بالنسبة لنا، وهذه هي كما نقولها بقع المشاكل اللي تكون في كيكون واحد ما عندوش الماء، إذا ما عليه غير ما يقدرش يبعد. والتوفيق سيد الرئيس. إن شاء الله.